السلام عليكم، حياكم الله. احنا لحد الآن في المقدمة طبعا رقم 6 اللي هي طريقتنا في الكورس. طبعا أنا عندي يعني في أغلب فيديوهاتي تكون يعني أن لا يتعدى دقيقتين تقديرا لوقتكم، وأن المعلومات كثيرة صراحة لما تاخذ وقت أكبر فممكن أنك تنقل معلومة ثانية، وتدفق المعلومات في هذا العصر فيستلزم الاختصار والدقة. وطبعا مثل ما قلنا اللي يبي يتوسع في المادة ككل أو عاجبته بعض من هالمادة فهذا يعني هذا خيار شخصي. طبعا مثل ما قلنا اخترنا لكم أهم 10 مغالطات منطقية، وإن شاء الله تحوز رضاكم وترضي شغفكم في المعرفة. عفوا. طبعا التمرينات أنا أعتقد أن الممارسة العملية في الحياة هي أفضل تمرين، يعني لما تروح وتسمع تكون جدا يعني وتكون جدا ممتازة وبليغة ويكون أفضل تطبيق على أرض الواقع يعني. وفي النهاية إن شاء الله نأمل أن تستعمل جميع معارفنا في الخير وزيادة الوعي، والله يوفق الجميع ويعطيكم العافية.